مشكلة مع المدرسة. انت شفت ايه لما بابا ما بيروحش الشغل؟ انت كنت حاسس بايه او كنت قلت له ايه ساعتها اول ما عرفت ان بابا ما بيروحش الشغل؟ كنت فاكر منه جاله يعني اجازه، ده اول مره. بس اول مره سمعت عن الموضوع يعني انا بس لقيت نفسي في يعني في موقع غضب، لكن كل حاجه حواليا كانت بس غضب. كنت عايز تعمل ايه ساعتها؟ انا بنفسي كنت عاوز يعني اول لما انا بحس بال محمد رمضان قدامك دلوقتي هتقول له ايه؟ انا حاليا دلوقتي انا بقرب اتخطى من الموضوع، انا بس هقول له ليه عملت كده وكده. هو ممكن ما هو ما كانش قاصد مثلا، انا كان نفسي اتصور بس ما كنتش قاصد الموضوع ده يسبب ضرر لبابا. هو مش قاصد يعني، هو لو رد عليك دلوقتي وانا محمد رمضان وانت بتسالني وقلت لي انت ليه عملت في بابا كده، اقول لك انا ما كنتش عارف وحبيت اتصور فالموضوع يعني ده. هو مش قاصد ينشر فيديو اشتهر على الانترنت وخلاه يطرد، ما قصدش.